السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس الحساب الذهني درس اليوم خاص بالمبتدئين سوف نقوم بعمليات العد من واحد إلى مئة إذا قبل ذلك أقوم بتصفير المعداد ثم أذكركم أن الخرزات العلوية جميعها تمثل الرقم خمسة يعني في محور الوحدات لدينا خمسة في محور العشرات خمسون في محور المئات خمسمائة في الآلاف خمس آلاف إلى آخره، أما بالنسبة للخرزات السفلية فجميعها تمثل الرقم واحد، يعني في محور الوحدات واحد أضيف لها واحد تصبح إثنان، أضيف لها واحد تصبح ثلاثة ثم أربعة، في محور العشرات عشرة عشرون ثلاثون أربعون، في محور المئات مئة مئتان ثلاث مئة أربع مئة، وفي محور الآلاف ألف ألفان. ثلاث آلاف أربع آلاف إذا نبتدئ على بركة الله بعملية العد قبل ذلك نقوم بتصفير المعداد ليصل إلى النقطة صفر ثم نبدأ بواسطة الإبهام بتمثيل الرقم واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة أقوم بواسطة السبابة بتعطيل الرقم أربعة ثم تنشيط الرقم خمسة بالسبابة كذلك ثم أضيف, أضيف لها رقم واحد بواسطة الإبهام فتصبح لدي الرقم ستة سبعة ثمانية تسعة أستعمل السبابة لتعطيل الرقم تسعة كي أنشط الرقم عشرة ثم إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر أعطل أربعة وأنشط خمسة فأحصل على خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر أعطل تسعة بالسبابة وأنشط عشرون بالإبهام كذلك بواسطة الإبهام أنشط واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون أعطل أربعة وأنشط خمسة خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون أعطل تسعة أنشط ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثون أعطل أربعة أنشط خمسة فأحصل على خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أعطلها كي أنشط أربعون ثم واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون أعطلها بالسبابة وأنشط بالسبابة كذلك خمسة وأربعون ستة وأربعون سبعة وأربعون ثمانية وأربعون وأربعون أعطلها بالسبابة ثم أعطل كذلك أربعون بالسبابة كي أنشط الخرزة التي تمثل الخمسة في محور العشرات وهي الخرزة العلوية فأحصل على خمسون أو خمسين واحد وخمسين اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربعة وخمسون خمسة وخمسون ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون،, وخمسون تسعة وخمسون ستون واحد وستون اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون خمسة وستون ستة وستون سبعة وستون ثمانية وستون تسعة وستون أعطل تسعة وأنشط سبعون واحد وسبعون اثنان وسبعون ثلاثة وسبعون أربعة وسبعون خمسة وسبعون تسعة وسبعون ثمانون خمسة وثمانون تسعة وثمانون واحد وتسعون، اثنان وتسعون، ثلاثة وتسعون، أربعة وتسعون، خمسة وتسعون، ستة وتسعون، سبعة وتسعون، ثمانية وتسعون، تسعة وتسعون. الآن يجب أن أنتقل إلى محور المئات كي أمثل مئة، لكن قبل ذلك يجب علي أن أعطل محور الوحدات ثم العشرات كي أنتقل إلى محور المئات وأنشط مئة. كأن لدي هنا بوابة مقفلة يجب علي فتحها. ثم هنا كذلك كانت لدي بوابة مقفلة فتحتها كي أقتحم البوابة الثالثة وهي بوابة المئات وأنشط الخرزة الأولى والتي تمثل مئة أما الآن سوف نقوم بتمثيل بعض الأعداد بشكل عشوائي مثلا الرقم ثلاثة واحد اثنان ثلاثة هذا هو الرقم ثلاثة أنشطه بالإبهام وأعطله بالسبابة الآن أريد تمثيل الرقم سبعة يجب علي تنشيط الرقم خمسة ثم أضيف له خرزتان فأحصل على سبعة أعطله بالسبابة أريد تمثيل الرقم اثنا عشر عندما أكتب اثنا عشر فإنني أكتب اثنان في الوحدات وواحد في العشرات يعني يجب أن أمثل خرزتين في عمود الوحدات وخرزة واحدة في عمود العشرات بوسط الإبهام فأحصل على العدد 12 أعطله بالسبابة كي أمثل الرقم مثلا 78 أنشط 5 و 3 فأحصل على 8 ثم 70 في العشرات أنشط 50 و 20 فأحصل على 70 والعدد هو 78 أعطله بالسبابة دائما أقوم بتعطيل جميع الأعداد بواسطة السبابة إذا أردت تمثيل الخرزات السفلية أمثلها بالإبهام وإذا أردت أن أعطلها أعطلها بالسبابة أما الخرزات العلوية فأقوم بتنشيطها وتعطيلها بواسطة السبابة أنتقل إلى رقم آخر مثلا ثلاثمائة وستة وخمسون دائما انتبهوا إلى أن الأرقام أمثلها كما أقرأها عندما أقرأ 356 فإنني أنطق 300 هي الأولى يعني يجب علي أن أمثل 300 هي الأولى ثم أنطق 6 هي الثانية يعني يجب علي أن أمثل 6 في المرحلة الثانية ثم في المرحلة الثالثة أمثل 50 إذن دائما ترتيب الأعداد التي أمثلها يكون وفق ما أنطقه على حسب اذا كنت اقوم بتمثيل الاعداد بالعربيه او بالفرنسيه او باللغه الاخرى مثلا عندما اقول 329 فانا انطق 300 هي الاولى يعني 300 ثم 20 هي الثانيه يعني 20 9 هي الثالثه يعني 9 29 يعني أمثل ثلاثة ثم اثنان ثم تسعة لكن يجب علي دائما أن أستعمل نفس اللغة كي أحافظ على نفس المنطق في التفكير إذا أنتقل إلى تمثيل رقم آخر مثلا ستمائة وخمسة وثمانون أعطلها وأمثل خمس الاف وسبعمائة وتلاتة وثلاثة وستون خمسمائة خمس آلاف وسبعمائة وثلاثة وستون أعطلها وأقوم بتمثيل مثلا تسع آلاف و وستة تسع آلاف وستة أمثل مثلا خمس آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون هكذا خمس آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون وهكذا إلى أن أمثل جميع الأعداد دائما قلنا الشروط التي يجب احترامها هي أنني أمثل الخرزات السفلية بالإبهام وأعطلها بالسبابة أما الخرزات العلوية فأنشطها وأعطلها بنفس الأصبع وهو السبابة كذلك يجب معرفة أن الخرزات العلوية جميعها تمثل خمسة والخرزات السفلية جميعها تمثل الرقم واحد كان هذا فيديو خاص بالمبتدئين أنشأته كي أشرح للتلاميذ الجدد كيف يمكنهم أن يستمروا معنا في الدروس المقبلة إن شاء الله وفقكم الله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته